FM. الكلمة ليك. طبعا نحكيو اليوم انطلاق الحوار الوطني لإصلاح قطاع التعليم تحت شعار لنبدأ، وسعيد جدا باستقبال السيد مختار الخلفاوي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية. مرحبا بك سي مختار. مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا، تحية لمدام كراي وتحية لمستمعي كفاسام. مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. نحكي معك في الفسفس. فسفس فضل مدام سي مختار. أهلا وسهلا. اليوم انطلقت لشعار معناها مغري لنبدأ، وسؤالي أنا واللي كنت نتكلم فيه توا قبل بشوية، جميل أن نقول لنبدأ، ولكن كيف نبدأ؟ معنا احنا حبينا كيف نبدأ ولماذا نبدأ الآن، وما الذي لنا على من مآخذ على المنظومة القديمة؟ بالضبط، هو سؤال في محله، من يعني من هنا نبدأ، ولكن كيف نبدأ؟ لما نحكي على البداية صحيح يقول لك الأمور بخواتيمها، ولكن البدايات هي الأساس، لأن المقدمات هي اللي تقود إلى جنس النتائج المطلوبة. بالنسبة للحوار الوطني حول الإصلاح التربوي أو حول إصلاح المنظومة التربوية، اليوم هو باش نفسره أيضا للناس اللي يستمعونا، وأيضا لكثير ممن طلب الحضور ولم يتمكن من الحضور. هو اليوم هو فقط هو موكب لإطلاق الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية، يعني هو لقاء افتتاحي يعطي إشارة الانطلاق. إجابة على سؤال مدام كراي، وهو سؤال في محله، كيف نبدأ؟ لأنه هنا ينبغي أن نجيب على انتظارات اللي يسمعوا فينا. قبل كانت عنا معروفة، عنا تجارب سابقة، عنا تاريخ من الاستشارات ومن الحوارات، لكن للأسف كانت استشارات سورية، كانت استشارات فوقية وكانت شكلية، كانت كل مرة نسمع على استشارة حول موضوع من الموضوعات، ولكن في الأخير وزارة الإشراف أو الحكومة كانت تفتح الدرج متاحة وتخرج الورقة الخاصة بها هي، ولا تسمع لرأي الناس. احنا توا الان في المؤتمر في الاطلاق الحوار هذا اليوم، في تقدير الخاص تبنى على ثلاثة اسس. الاساس الاولاني، وهو اجابة على سؤال مدام كراي، الاساس الاولاني او المستوى الاولاني هو حوار يقطع مع الاستشارات الفوقية والشكلية والصورية، بمعنى انه حوار تشارك فيه وزارة الإشراف اللي هي وزارة التربية مع سائر مكونات المجتمع المدني، يعني نحو شراكة فعلية، نحو شراكة حقيقية جسمت اليوم على الواقع وعلى الميدان. بمعنى اليوم أنه لقينا شراكة فعلية موجودة من خلال الورقات اللي تقدمت اليوم، ورقة وزارة التربية، وهي ورقة أعدتها لجنة القيادة، وهي لجنة لعدت الأرضية المنهجية لكل إصلاح. وماذا بينا تعطينا فكرة على اللجنة سي مختار إذا تسمح؟ اللجنة هذه متاع وزارة التربية تهمني برشا. طبعا هي اللجنة الوطنية اللي تكفلت بإعداد ورقة وزارة التربية، لكنها لا تعكس تمثيلية وزارة التربية فقط، لأنها اللجنة هذه مشكلة من مكونات المهتمين بالشأن التربوي، فيها الخبراء أهل الاختصاص علماء التربية، فيها المجتمع المدني، فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، فيها أيضا الإعلام، فيها يعني هي ممثلة تقريبا هي عينة مصغرة من الحوار اللي بيش يكون إن شاء الله على المستوى الجهوي والمحلي. النقطة الأولى إذا قلت هو الشراكة الفعلية تحققت اليوم وتقدمت ثلاثة ورقات، ورقة الوزارة، وورقة قدمها الاتحاد عام بمقاربته الخاصة الاجتماعية، وورقة قدمها أيضا المعهد العربي لحقوق الإنسان، وهي ورقة تقريبا حقوقية ولكنها حصيلة أبحاث. تعرفوا أنتم المعهد العربي لحقوق الإنسان أصدر ورقة نتيجة أبحاث قام بها مع جملة من منظمات المجتمع المدني اسمها العهد، ذلك العهد التونسي للتربية، قدم ورقة. يعني النقطة الأولانية هي تقطع مع الشكلية والفوقية والصورية والسطحية. النقطة
الثانية اللي اعتبروها حاجة جديدة في الحوار اللي مطروح اليوم على التوانسة هي في مستوى المضامين. يعني نتذكر واحنا قبل حتى الاستشارات اللي كانت تفتح سواء قبل 2011 او حتى بعدها في بعض المناسبات ما كانتش موجود فيها التمثيلية. نتذكر انه مثلا الاتحاد عم تنشر الشغل ما كانش يحضر. فالان مستوى المضامين انه مضامين والمحاور والمعاني اللي بيشدور حولها الحوار الوطني حول التربية تكون مضامين تليق بتونس اليوم. تونس الثورة بمعنى انه تونس اليوم بعد الدستور، تونس بعد تكريس او بعد بناء المؤسسات، تونس وهي تحاول ترسيخ وتكريس الممارسة الديمقراطية. اذا ستكون مضامين تليق بتونس اليوم، تليق بتونس اللي نحبوا مدرسة تاع الجمهورية الثانية كما نجموا نسميوها. المستوى الثالث اللي يصنع فرادة او تميز في الحوار هذا اللي اشاره الانطلاق نتاعو تمت اليوم في قصر المؤتمرات هو انها القاعده نتاع الاهتمام، انها الشمول، تحاول تكون شامله وتكون القاعده واسعه، ما تكونش مضيقه فقط ومحصوره او مقصوره على المهتمين مباشره بالشان التربوي. باش تكون يعني حوارات تجمع الناس من اهل التربيه ومن غير اهل التربيه، وهذا في المستوى الجهوي وفي المستوى المحلي. هذاك علاش احنا اليوم كيحضروا تقريبا قرابه فوق ال 1100 جمعيه موجودين من خلال تمثيليات في قصر المؤتمرات اليوم. ثم جمعيات اخرى تطالب بحقها وحق هذا مشروع وستكون موجوده في الحوارات المحليه والجهويه والوطنيه. بمعنى ثلاث نقاط اللي ذكرتها تو الان، القطع على الاستشارات الشكليه نحو شراكه فعليه حقيقيه مع سائر مكونات المجتمع المدني. اثنين، نحو مضامين محاور معاني تليق بتونس الثوره تونس اليوم. والثالثه هي الشمول والاستقصاء وتوسيع قاعده الحوار الوطني. سي مختار الخلفاوي، على جهه دون اخرى. نعم، حكيت على مكونات المجتمع المدني. اليوم ثم دعوه كبيره للمجتمع المدني للمشاركه بقوه لحمايه الحوار حسب الاسعد اليعقوبي، من التوجيه والتجاذبات الجيولوجية حتى يتحول إلى حوار سياسي أو إيديولوجي. هل هناك خوف على الحوار اليوم؟ ذاك علاش تم دعوة مجتمع المدني وكثير من الأشخاص كما قلت العدد فات 1001؟ أي هو الجمعيات الحضور اليوم تقريب الحضور في قصر المؤتمرات حضور فاق كل التوقعات. وثم ايضا من بقي في الابواب ينتظر، للاسف تنظيميا ما تمكناش انه نوفروا للجميع فرصه الحضور في هاللقاء البروتوكولي كما قلت، لانه يعني ماهوش لقاء حول نقاش فعلي ولكن هو لقاء افتتاحي. نعم، فقط الحوار. بالنسبه للموضوع اللي قلته هو موضوع مهم جدا، ثم تخوفات، ثم محاذير. المحاذير هذه مشروعه لانها من خلال معاينه علاقتنا بالاستشارات وبالحوارات السابقه اللي وقعت قبل اللي كانت كما قلت سورية شكلية وكانت ما تعتمدش فعلا على استخلاص او على خلاصات نتاع حوارات محلية وجهوية وطنية. كانت كما نعرفوا تم دعوة الى استشارات ولكن في الاخير وزاره الاشراف كانت تحل القشر وتجبد الورقه نتاعها وتقول عملت استشاره. هذا سي مختار، مجالات اخرى سي مختار، هذا جميل وعلى مستوى الشكل والفساد باقي مازلنا في سياسه الواجهه. وانت قلت اليوم لقاء بروتوكولي اساسي وهذا مهم، معناها الكثره والتنوع مهم صحيح، ولكن الست معي انه الورقات الثلاث التي قدمت ولا حتى اللي يدليوا بدلهم في هذا المجال معناتها كانوا محتاجين أنهم أولا ساعة يعملوا دياجنوستيك للي فات، دياجنوستيك صحيح، يعني كيفاش نقولوا دياجنوستيك بالعربي؟ تشخيص من أهل الذكر وغيره. وحاجة ثانية نحب ننبه لها سي مختار، احنا مرينا في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي شفنا معناتها اصلاحات ومحاولات وكان مقحم فيها الجانب السياسي معناتها ماك تعرف الفكر الكذا وحتى شبيبه المدرسيه حبوا يحطوا هنا على اساس ان هي فريمون شبيبه مدرسيه وطنيه اور هي تابعة حزب الحاكم الاخري. خلينا من هذا. في عهد بن علي انا نذكر انه زوز وزراء انتموا لي 68 معناها نقول سي الشرفي ونقول هذوما معناتها اثنين اللي عملوا الاصلاح التربوي
كان إصلاح تربوي تنجم تقول مطلوب سيغ كوموند، ما نجموش نقولوا عكس هذا. إذا كان نقولوا عكس هذا معناتها راهو ونتذكر أني أنا كنت مشاركة في الحوار الوطني وقتها، وقتها سيد الوزير قال ها وصلتنا بارك الله فيكم يعطيكم الصحة الإطار التربوي. شكونه مدام كراية سيد الوزير شكونه؟ سيد الوزير محمد شرفي الله يرحمه. أي نعم. وقال توا إحنا معناها سينو لتا به. مرينا في فترة أخرى مع إنسان آخر زاد، علاش أنا كتبت مرة قلت ما هيش وزارات مخبر، لا هي لا الصحة، ما تحتملش ما تحتملش اسم وزير مثلا. سلاح المسعدي ما هوش تاع المسعدي، هذاك متاع النظام بورقيبة. وكي جاء بعده أحمد بن صالح بوغ ميدي سنتي با بن صالح، سنتي لجان تفكير وقتها كانت تذكر. أنا اللي نحب نقوله هنا أنه نخافه، وإذا كان في وهذا صار في الفترة الثانية من الإصلاح، اللي جابوا الإصلاح هم وليداتهم بسم الله عليهم راهو يقراوا في ليكول فرانسيز معناها في الميسيون إتسيتيرا، يعني غير معنيين. أنا نحبك اليوم الناس ولاد مختار الخلفاوي ولاد فلان ولاد كذا اللي هما اللي هو يعرف التجربة حية هكا معناتها في جلده ويعرف شنو معناتها. دونك هذوما لي جون بلو كريديب باش يعملوا دياغنوستيك. اسكو فو افي في ابيل ا سي جون لا او با؟ معناتها هذا اللي حبيت نسال. طبعا طبعا التشخيص ضروري جدا، لانه باش نقترحوا علاجات ونقفزوا على مرحله مهمه جدا اللي هي تشخيص واقع المدرسه التونسيه، مخرجات المدرسة التونسية. هذا عمل طبعا عمل عبثي ينبغي أن ننطلق من التشخيص، وهذا هو اللي حاصل. لأنه لما نقوله احنا مثلا المقاربة الصناعية بمعنى المقاربة المهنية البيداغوجية العلمية قدمتها الوزارة، هي الوزارة ما تعرف هي اللي فيها يعني خبراء المتفقدون علماء لا ونحترموهم راهو مش طبعاً مش بحاجة. اي طبعا وهما قدموا التوجهات العامة في الأرضية، قلت لك الورقة المنهجية اللي تقرأتها اليوم. الأرضية العامة علاش الأرضية العامة؟ الأرضية العامة تكون عندها وظيفة أول شيء أنها هي توعد، هي هو هو هي, هو هي كلمة تقديمية توعد بشنو الآفاق والمسارات اللي يمشيوا فيها. من شيرة ثانية هي أيضا الورقة هذيك تحاول تسيج وتضبط الحوار الوطني حتى ما يكونش حوار من أجل الحوار يدور في حلقة وما يتجاوزش القانون. زاد على خاطر سي مختار نحب نذكرك اللي فما ديزابيغاسيون، أنا صغاري مروا بالبيبليك بيان ايفيدامون كيما الناس الكل، ولكن مروا بالليسي بيلوت. نحب نقولك اللي النظام الأساسي متاع المعهد النموذجي وانت خير العارفين، النظام الأساسي متاعه يقول يطلب شهادة النوفيام. كم احنا في إطار سياسة بركاكة متاع وقت بن علي قفزنا على واقع معين، وقت اللي الوليدات رجعنا كالسيزيام معناها الكونكور متاع السيزيام ويوليو يمشيو من البروميير اني. الوليدات اللي مشاو من البروميير اني قال لك لا يكفيهم عدوا السيزيام ما نعديوش، والاولياء ضغطوا وقتها وكتيبه وانت حاضر قالوا ابدا كان تعملونا لولادنا كونكور واحد اخر باش يدخلوا. ودايوغ هاو عندنا ليسيات خاصين بالوليدات اللي كانوا هما فيدهم في الكوليج بيلوت. شنو اللي صار سي مختار؟ نحب نقول لك انا علاش نحكي لك على الدياغنوستيك. راه ويزم الشعب التونسي يقف على المظاهر الضاره والمظاهر النافعه. سيرتنمون فما منافع ولكن زاد فما حاجات خايبه. شنو اللي صار؟ عملوا شوت، ارجع للاحصائيات، عملوا شوت الوليدات معناتها اللي البكالوريا نتاع عامناه الجودي بيان 2014، عملوا شوت في لي مويان وكانوا تفطلنا انه لي مويان معناها كانوا غونفلي ولا حاجه كما كما ما يمنيش.
المهم.